بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال في علاج الصدفية، الصدفية سبورياسيس، quels sont les remèdes naturels pour lutter contre le sporiasis؟ وتعد الصدفية من أكثر الأمراض التي تسبب تلف في الجلد الإنسان. C'est vrai que le sporiasis aujourd'hui est très répandu, surtout pour les problèmes de peau. وهناك عديد من علاجات للتخفيف من الأعراض، منها علاجات طبيعية والأعشاب، وبعضهم يستعملون الكورتيزون. المشكل في الصدفية، طرق علاجها: أولا تبدأ العلاجات بتقوية المناعة. غلط إنسان يمشي يعالج الصدفية بكريمات وبكورتيزون. أول شيء، la première chose à faire pour traiter le sporiasis, c'est de booster son immunité. Et le meilleur champignon à utiliser pour cela, أفضل شيء لتقوية المناعة في الصدفية هو مشروم مايتاكي، هكا بالعربية يسموه ماي بليا مايتاكي. المايتاكي c'est un champignon chinois. يستعمل أقراص، on l'utilise en gélule، ثلاث أقراص في اليوم من خلال 6 أشهر، pendant 6 mois، une cure de 6 mois، 6 أشهر، وهو يأكل 3 أقراص في اليوم، هي كل قرص قبل الأكل، ثم يبدأ المعالجة. وأنصحكم نصيحة ثانية للصدفية، وهو إخراج السموم من القولون، faire sortir et évacuer les toxines du côlon. إخراج السموم إما 3 أيام أو أسبوع، يخرج الإنسان الأشياء اللي موجودة في الجسم، الأشياء الضارة اللي موجودة خصوصا في القولون، إخراج السموم من القولون. بعدين في أشياء، في عدة طريقة لإخراج السموم، بالأعشاب مثلا، الإكليل الجبل والبابونج، كذلك شيء من السلامكي وحبة السوداء، أشياء يخرج السموم عن الصبار، للوي فيغا كي تخي بيان بو فيغ سورتيغ لي توكسين دو كولون. في طريقة الثالثة هو استعمال الحمامات، حمامات ملح، يوتيليزي لي سونا اي لي بان، سورتو لي بان سالي. الحمامات، حمام وملح، معروف من زمان، أو لي تو سكي الحمام لي بان ثيرابوتيك، او في البيت دي بان، يستحمم مع ملح مثلا ابسوم، ملح هيمالايا، يستعمل الحمامات يخفف شوي. او هو في حمام ثاني، هو حمام شوفان، فير دي بان افيك دو لافوان، لان دقيق الشوفان الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن كسيلينيوم ومنغنيز والحديد، ممتاز لتغذيه الجلد، بعدين يبدا الانسان يعالج بالدهون. après il peut commencer par à commencer à mettre des pommades comme l'aloe vera، دهن الصبار، او الالو فيرا، دهن الصبار، لمدخل الالو فيرا، لأن تعتبر الصبار واحد من أكثر علاجات طبيعية شيوعا، معروف في نطاق واسع لأمراض الجلدية، وكل مرة كيدير لوسكيل ماي دونك لو جيل الوفيرا، يمي كالكو غوت دو حبة سوداء، اي بو ميلونجي اوسي مع، يستطيع يخلط الدهن الوفيرا مع زيت شجرة شاي، كيف الطريقة؟ يأخذ شيء حسب الموضوع، حسب en fonction donc de
de la sa peau et en fonction des endroits où il a été touché par le sporiasis, حسب ما المضرة في جسمه وفي الجلد يأخذ القسط اللائق لهذا الدهن. بعدين يزيد عليه زيت شجرة شاي، يزيد عليه زيت شجرة شاي ويدهن فيها، ويدهن فيها دهن الوفيرا مع زيت شجرة الشاي، زيت الشاي جيد جدا جدا. ومكمل غذائي، المكمل الغذائي الجيد للصدفية وهو زيت السمك. Un complément alimentaire pour lutter contre le sporiasis, c'est les huiles de poisson. Les huiles de poisson, zit al-samak. والأغذية كذلك تناول الأغذية التي تحتوي على زيت السمك أوميغا 3 لأن جيد الجلد يعني يقوم بامتصاص الأحماض الدهنية الأساسية لتدعم الجلد الجلد. ويستطيع في الأكل يكثر من الثوم والبصل والكركم والمكسرات وإلى ذلك الأشياء المفيدة للجسم. وباسم الأعشاب الجلدية، الأعشاب المفيدة للصدفية هو الخزامة، لافونت، البابونج كذلك جيد لتسكين ألم الجلد والصدفية. وفي الأخير أكثر شيء يركز عليه الصدفية هو تقوية المناعة وكذلك إخراج السموم من القولون.